أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. لقاء جديد كله حلويات. طبقنا الأول حيبقى ميني جاتو للمناسبات. نشوف مع بعض المقادير. ميني جاتو للمناسبات: خليط الكيك 1.5 كوب دقيق، 3 أرباع ملعقة صغيرة بيكنج باودر، 8 ملعقة صغيرة ملح، كوب سكر ناعم الحبيبات، نصف كوب زبدة لينة، 2 حبة كبيرة بيض، ملعقة صغيرة فانيليا سائلة، ونصف كوب من الحليب. الصلصة: 2 كوب سكر ناعم بودرة، ملعقة صغيرة عطر اللوز، ربع كوب حليب، قطرات من ألوان الطعام. أعزائي المشاهدين، الميني جاتو للمناسبات من الحلويات اللطيفة، فينا نستعملها لمناسبات الخطبة، لعيد ميلاد، لزواج، لحفلة شاي مرتبة شوي هيك حابين تحتفلوا بحدا. ممكن نعطيها أي نوع من المسجات اللي حابين نكتبها عليها. هي بتبقى عبارة عن قطع صغيرة من الجاتو. هنشوف مع بعض هلأ طريقة تجهيزها، وحنجهزها بفكرة لطيفة ومريحة جدا. خلينا في الأول نستعرض المكونات الموجودة عنا. على الجهة اليمين حاطين إحنا كل مكونات خليط الكيك نفسه. المكونات التقليدية تعودنا عليها يمكن وذكرناها عدة مرات: طحين، سكر، زبدة. حنستعرضها ونشوف طريقة الخطوات تاعتها. وعنا هون الصلصة، وبرضو حنتكلم عنها في وقتها، بس خلوني في الأول نشوف طريقة تقديم هذا النوع من الكيك. حنعمله بقوالب الكب كيك. قوالب الكب كيك اللي هي الميني سايز، هحط فيها قطع من كؤوس الورقية، ورقة في كل قالب. طبعا هذه الورقة ما بنحتاج انه احنا نحط فيها اي نوع من الزبدة او الطحين، لانه هذه ورقة بتبقى زي ورقة زبدة بتمنع التصاق الكيك في القالب. ولكن يفضل طبعا عشان انا اقدر اخبز هالكيكات الصغيرة لازم اني استعمل القوالب الصغيرة، لانه اذا حطيت في الورق بس لحاله حيفرش ويصير صعب اني انا اقدر اخبز فيه. فالقوالب هذه مهمة جدا عشان تحافظ لي على شكل الكب كيك. اذا مش موجودة عندك ممكن تستغني عنها، لانه هاي الوصفة هتشوفوا هلا بعد ما انا اخبز الكب كيك حشيل الورق، مش هحتاجه، حنزعه وارميه. ففي هذه الحالة في بعض الوصفات بنقدم الكب كيك بالورق فبنخليه، ولكن في حالتنا في الكيكة هاي انا حتخلص من الورق. فإذا حبيتي تدهني القوالب بالزبدة وترشيها بالطحين بيمشي الحال وبتبقى مناسبة لوصفتنا اليوم. هخلي القالب على جنب، هشغل الفرن على درجة حرارة 180 ونبتدي نجهز الكيكة. احنا هنستعمل الطريقة التقليدية لعمل الكيك اللي هي خفق الزبدة والسكر في البداية. هنحتاج طبق صغير برضو خليه جنبي عشان البيض، ونبتدي ننخل الطحين. الطحين عندي مع البيكنج باودر ححطهم مع بعض 3 ارباع ملعقة صغيرة، يعني بناخذ الملعقة ونص وربع ملعقة، نص الملعقة الصغيرة والربع عشان ما تتلخبطوا. هاي نص ملعقة الصغيرة وهي الربع، وعندي تمن ملعقة صغيرة من الملح. التمن إذا حبيتوا ناخد الربع طبعا وبنحط نصها، أو تحطوا حوالي رشتين من الرشة الصغيرة بإيدكم. هيك عندي التمن، أو زي ما بنقول رشتين صغار زي ما بتشوفوني في بعض الأوقات بعمل. حننخل الطحين. كل ما مشيتوا بخطوات منظمة كل ما ارتحتوا فعلا في المطبخ. هبتدي هلأ أخلي الطحين على جنب وأبتدي أخفق الزبدة مع السكر. وإحنا كتير ذكرنا تكرار الحلقات اللي عم بتتابعوها معنا، كتير قولنا ملاحظات على موضوع الزبدة إنها لازم تكون لينة إذا بدنا نخفقها مع السكر. وأرجوكم دائما أول ما تقطعوا قالب الزبدة أو بكة الزبدة قطعوه إلى أربع قطع، زي ما عم بتشوفوني دائما بقطع الاربع قطع، يبقى كل قطعه بتبقى معلقتين كبار. هيك كثير اسهل لكم وبتقدروا تتعاملوا مع قالب الزبده في منتهى السهوله.
قالب الزبدة بيبقى 100 جرام يعادل نصف كوب يعادل 4 ملعقة كبيرة، سوري 8 ملعقة كبيرة. هحط الزبدة وسكر ناعم الحبيبات، مضرب الشبك وأبتدي أخفق مع إضافة البيض بالتدريج على حسب ما ذكرنا هالطريقة في عدة حلقات. هبتدي أضيف البيضة البيضة الثانية والفانيليا، وإذا حبيتوا تحطوا عطر اللوز في داخل الكيكة حيبقى طعمه كتير لطيف. احنا حنحطه في الصلصة أو صلصة السكر اللي حنغطي فيها، ولكن خلوني أضيف برضو قطرات منه في الكيكة عشان يبقوا الاثنين هيك طعم لطيف مع بعض. هضيف خليط الطحين، الورقة هاي هخليها هنشوف هلا طريقة استعمالها هنحتاجها أثناء تجهيز الوصفة. هضيف الحليب، ودائما الحليب نكون مطلعينه من الثلاجة قبل بوقت، البيض قبل بوقت، الزبدة قبل بوقت، كل المكونات تبقى في درجة الحرارة العادية. الخليط أصبح جاهز. طبعا هلأ طريقة توزيعه في القوالب على حسب ما بترغبوا، أي أسلوب حبينه، ممكن بالمعلقة أو إذا حبيتوا تحطوه في الكيس زي ما أنا بعمل بيبقى كتير سهل عليكم تشتغلوا فيه. نجمع كل هالمكونات مع بعض كويس. الوصفة هذه تعتبر من الوصفات الأساسية، ممكن تستعملوها لأي نوع كب كيك حابينه، وبتقدروا تحطوا بدل الحليب أي نوع من العصائر، وبتقدروا تحطوا أي إضافات زي برش الليمون أو البرتقال، الهيل، الزعفران، أي نوع من المطيبات حابين تستعملوه مع الوصفة. مش ضروري أملأ كل الكيس مرة واحدة عشان ما يصير تقيل علينا في الشغل. هبتدي هلأ أوزع هالخليط على القوالب. نملأ حوالي ثلثين القالب. الفرن عندي على درجة حرارة 180، بتاخد بالفرن من 12 ل 15 دقيقة، وبس تطلع تبرد على الآخر قبل ما أقدر أستعملها. وأنا عندي مجهزة هون نفس الحاجات اللي هي الكيكات الصغيرة، ولكن زي ما قلت لكم أنا نزعت عنها القشرة أو الورقة اللي هي الكب، فبخليها تبقى جاهزة جنبي. والورقة اللي استعملناها قبل شوي هحطها قدامي بالشكل هذا، وأحط الكيكات على شبك وأحط تحتها الورقة، وأبتدي أجهز هلأ للصلصة اللي هنغطي فيها هالكيكات اللطيفة، ونشوف بعد هيك كيف بدنا نعمل أسلوب لطيف لأي مناسبة موجودة عنا. هحتاج صلصة السكر، وهون ما عندناش عيار، أرجوكم تكونوا حريصين. أنا بحط مكونات تقريبية، بضيف هلأ ملعقة من عطر اللوز، وحنحتاج سباتيولا هيك صغيرة، ممكن ناخد هذه، والحليب. هلأ أنا حامل صلصة بيضة، إضافة الحليب أو أي سائل عايزينه، ممكن مي، ممكن عصير،
حبتدي أحرك لغاية ما أحصل على صلصة سائلة. ما نضيفش كل المقدار مرة واحدة، بالتدريج عشان أعطي مجال للسكر إنه يأخذ راحته ويدوب. ما بديش يبقى كتير كتير لين، وبنفس الوقت بقدر أنا أتحكم في الإضافة على حسب ما بدي. إحنا عملنا صلصة السكر هذه في عدة حلقات وشفتوا إلها استخدامات عديدة جدا. الكثافة هذه هلأ بتبتدي تظهر معي، أقلبها بشكل لطيف بالشكل هذا، أعتقد هيك الكثافة معقولة. هبتدي هلأ ممكن نحط قطرات من الحليب كمان، أبتدي أشكل الجاتو على حسب ما بدي من ألوان. أنا عندي هون ألوان طعام، إذا حبيت بقدر أعمل صلصات مختلفة ملونة بهذا الشكل، يعني نفس الصلصة هاي بحط لها قطرات من الطعام، ممكن أخذ نص المقدار أو ثلثه، يبقى عندي أبيض وبينك وأحمر وأصفر وأزرق على حسب ما بتحب. هبتدي أخذ قليل من هالخليط وأبتدي أوزعه شوي شوي على القطعة. خلوا بالكم هذا الشغل كتير حساس، أنا بدي أحاول بس أوزع طبقة خفيفة فقط، بمسك القطعة في من أعلى ومن أسفل، يعني ما بنحط على وشها عشان أتحكم في تغطية الجوانب تماما. بعد هيك ححطها على الشبك وآخذ تاني من الصلصة أروح هلأ مغطيها على الوش بالطريقة هاي، هيك بتأكد إنها كلها اتغطت. وطبعا بقية الصوص هذا كله حيان تساقط على قطعة الورق، بقدر بمسحه بسباتيولا تاني وأرجع تاني أوزعه بنفس الطريقة. إن شاء الله تكون وضحت، خليني أعمل معكم واحدة تانية عشان تكونوا مطمئنين للخطوات. بمسك القطعة من أسفل إلى أعلى، بتأكد أني أنا طبعا وزعت الصوص. هو بيني وبينكم ممكن تدلقوا الصوص عليها، ولكن بتحتاجوا كمية كبيرة، فإحنا هيك عشان كمية الصوص تكفينا فبنتأكد أنه غطيناها بالشكل هذا الجوانب. هحطها على الشبك، وهلأ أنا بقدر ببساطة أصب كمية وفيرة. هيك أنا تأكدت أنه طبعا كله متغطي بشكل رائع. هلأ بعطيكم دقيقة، بستنى عليها دقيقة. خلوا بالكم مثلا هذه اللي هلأ صبيناها، خدتوا بالكم كيف اتغطت وأخذت الصوص نفسه، أخذ سيولة رائعة جدا وعطي الشيب من نفسه. ما تقلقوا، هذه ابتدت تعطينا الشيب اللي احنا بنتكلم عنه. وبعد هيك بخليها تنشف لبضع دقائق بس، لما أخلص المجموعة بتبقى عندي جاهزة. أي تصميم حبيتوا تعملوه بألوان الطعام تقدروا تعملوه تصاميم مختلفة زي ما بتحبوا، حسب طبعا زي ما بنقول المناسبة اللي موجودة عندكم. جاتوهات لطيفة لذيذة، طعمها كتير طيب، وبتقدروا تستفيدوا منها لأي مناسبة. لتجهيز خليط الكيك نخلنا الطحين مع البيكنج باودر والملح، خفقنا الزبدة والسكر، أضفنا البيض بالتدريج، أضفنا خليط الطحين مع الحليب، وزعنا خليط الكيك في قوالب الكب كيك وخبزناها، تخلصنا من الورق اللي على قطعة الكب كيك، جهزنا صلصة السكر بخلط السكر مع الحليب ووزعناه على الكيكات وزيناها. ميني جاتو للمناسبات، خليط الكيك 1.5 كوب دقيق، 3/4 ملعقة صغيرة بيكنج باودر، 8 ملعقة صغيرة ملح، كوب سكر ناعم الحبيبات، 0.5 كوب زبدة لينة، 2 حبة كبيرة بيض، ملعقة صغيرة فانيليا سائلة، و0.5 كوب من الحليب. الصلصة 2 كوب سكر ناعم بودرة، ملعقة صغيرة عطر اللوز، 1/4 كوب حليب، قطرات من ألوان الطعام.